بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق، وهي عبارة عن عينة متحجرة مثل ما تلاحظون، قد ترجع إلى أحد الأسنان المتحجرة التي ترجع إلى حيوان كبير جدا اسمه ميغلدون. طبعا هذا الجزء السفلي من السن، وراح نعرض لكم أحد العينات الأخرى مثل هذا العينة. مثل ما تلاحظون ممكن يكون الجزء السفلي للعينة، طبعا ترجع إلى سن آخر كونها عينة متحجرة عمرها لا يقل عن 300 مليون سنة، ترجع إلى أحد فصائل أسماك القرش الضخمة التي كانت تعيش في الماضي، أو حتى الآن ممكن تكون هذه فصيلة متواجدة. لم يتيقن العلماء من انقراض هذه الفصيلة بشكل كامل كونها يعني توجد بنسب كبيرة جدا في البحر. مثل ما تلاحظون السن قوي جدا، طبعا يصل طوله إلى أكثر من 5 سنتي. طبعا هذا السن متكسر متهشم مثل ما تلاحظون، ممكن يكون الجزء السفلي من في لثة سمك القرش التي يربط العصب، لكنها متكسر. وأنا أنصح جميع العلماء بدراسة علم الحفريات لأنه مهم جدا في تحصيل المعلومات، يعني في معلومات المخلوقات القديمة. وطبعا حصل استبدال بين خلايا السن بذرات المعادن، لهذا تم حفظ شكل العينة على مرور 300 مليون سنة كونها يعني حصل استبدال بين الخلايا في اللثة أو خلايا السن بذرات المعادن المتواجدة في الماء. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليب، وإن شاء الله راح نعرض لكم عينات درستها في السابق تحت المجهر. طبعا اكتشفت فيها أنواع من البكتيريا والمخلوقات والميكروبات، يعني كان بحثي شيق جدا صراحة وكبير جدا وموسع في هذا المجال. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.